بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم في درسنا الوظيفة النحوية المبتدأ والخبر. إذن درسنا بعنوان المبتدأ والخبر. هنا تمهيد أيها الطالب الكريم، سبق وأن تعرفت أن الجملة مجموعة من الكلمات التي تكون معنى تاما، وهذا سبق أن درسته. أيضا تعلمنا فيما سبق أن الجملة في اللغة العربية تنقسم إلى اسمية وفعلية، وتعرفنا على الاسمية وأنها هي التي تبدأ باسم، مثال الربيع فصل يعتدل فيه الجو، الربيع فصل يعتدل فيه الجو، هذه جملة اسمية لأنها بدأت باسم وهو الربيع. وتعرفنا على الجملة الفعلية وهي التي تبدأ بفعل، مثال رحل الشتاء ببرده القارس، انظر لكلمة رحل فعل، إذن الجملة كلها فعلية لأنها بدأت بالفعل رحل. الآن أيها الطالب الكريم لاحظوا الكلمات الملونة في الجمل التالية: السماء صافية، الشمس مشرقة، الطيور مغردة، الورود جميلة. ما الكلمات التي ابتدأت بها الجمل السابقة؟ انظر هنا بدأت بماذا؟ أحسنت، بالسماء. طيب الثانية أحسنت، الشمس أيضا. الجملة الثالثة الطيور، ممتاز. الجملة الرابعة الورود، أحسنت، ممتاز. طيب هذه الكلمات السماء، الشمس، الطيور، الورود الظاهرة أمامك، هذه الكلمات أهي أسماء أم أفعال أم حروف؟ ما رأيك؟ نحن قلنا أي كلمة تقبل ال فهي اسم، إذن أحسنت، نعم هي أسماء، ممتاز. انظر لي الجمل مرة أخرى، ماذا نسمي الجملة التي تبدأ باسم؟ ها ماذا قلنا قبل قليل في التمهيد؟ ماذا قلنا؟ أن الجملة التي تبدأ باسم نسميها أحسنت جملة اسمية، جملة اسمية، أحسنت. طيب ماذا نسمي الاسم الذي يقع في ابتداء الجملة؟ انظر هنا السماء في ابتداء الجملة، الشمس في ابتداء الجملة، الطيور في ابتداء الجملة، الورود في ابتداء الجملة، ماذا نسميه؟ أحسنت، نسميه مبتدأ، نسميه مبتدأ، أحسنت. طيب هل يحتاج المبتدأ إلى كلمة تتمم المعنى؟ لو قلنا السماء فقط وسكتنا هل تم المعنى لديك؟ لو قلنا الشمس فقط وسكتنا هل تم المعنى لديك؟ لو قلنا الطيور فقط هل تم المعنى لديك؟ لو قلنا الورود فقط هل تم المعنى لديك؟ ها ما رأيك؟ إذن لابد أنه يحتاج، إذن نقول هل يحتاج المبتدأ إلى كلمة تتمم معناه؟ نعم أحسنت، لابد من كلمة. طيب ما الكلمة التي أتمت المعنى في الجملة الأولى؟ انظر السماء صافية، ما الكلمة التي أتمت المعنى؟ هل تعرف؟ أحسنت، كلمة صافية، كلمة صافية، أحسنت. طيب ما نوعها كلمة صافية؟ أهي اسم أم فعل أم حرف؟ انظر هذه كلمة صافية تقبل أل، فلو قلنا الصافية لقبلت أل، إذن هي ماذا؟ أحسنت، هي اسم، ممتاز، هي اسم، أحسنت. طيب ماذا نسمي الاسم الذي يخبر عن المبتدأ ويفيد معه معنى تاما؟ يعني مثلا هنا صافية أخبرت عن المبتدأ السماء وأفادت معه معنى تاما، إذا ماذا نسميها؟ أحسنت، نسميه خبر، نسمي هذا الاسم نسميه خبر، أحسنت. الآن أعين كل خبر في الجملة، في الجمل الباقية أعين كل خبر في الجمل الباقية. انظر هنا أعين كل خبر في الجمل الباقية. الجملة الأولى قلنا أن الخبر هو صافية، أحسن. طيب الشمس مشرقة، أين الخبر؟ أحسنت، مشرقة. طيب الطيور مغردة، أين الخبر؟ أحسنت، مغردة. الورود جميلة، أين الخبر؟ أحسنت، جميلة، ممتاز. إذن هذه هي الكلمات التي أخبرت عن المبتدأ قبلها، أحسنت. طيب ألاحظ تتكون الجملة الإسمية من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، أحسنت. أيضا المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة. طيب الخبر هو الاسم الذي يخبر عن المبتدأ ويفيد معه معنى تاما كما تعرفنا في الجمل قبل قليل. طيب أعود للجمل، إلى الجمل السابقة، الشمس صافية، الشمس مشرقة، الطيور مغردة، الورود جميلة، وألاحظ الحركة في آخر المبتدأ والخبر. انظر هنا الضمة وهنا أيضا
الضمة، وهنا أيضا الضمة، وهنا أيضا الضمة، وهنا وهنا في الجملة هذه أيضا، والجملة هذه أيضا كلها المبتدأ والخبر علامتهما الضم. إذن ما الحركة التي تظهر على آخر المبتدأ والخبر؟ هل تعرف؟ أحسنت، إنها الضمة، ممتاز. ألاحظ الحركة التي تظهر على آخر المبتدأ والخبر هي الضمة. الآن هنا سؤال: أتبعوا كل كلمة بخبر مناسب وأضبطه بالشكل. الربيع، هل نقول جميلا أم حار أم حارا أم جميل؟ ضم أم فتح؟ أحسن، جميل بالضم، ممتاز. طيب الصيف، هل نقول حار أم حارا؟ أحسنت، حار بالضم، ممتاز. ملخص درسنا: المبتدأ والخبر، المبتدأ والاسم الذي تبدأ به الجملة، والخبر هو الاسم الذي يخبر عن المبتدأ ويفيد معه معنى تاما.